التميمة لا تكون صدقة، التميمة اللي هي العقيقة لا تكون صدقة أبدا، هذا اختلف أهل العلم فيها بين موجب وغير موجب، بعض أهل يرى أنها مستحبة وبعض أهل يرى أنها واجبة اللي هي العقيقة. طيب، فالقول بأنها تكون صدقة لا تكون صدقة، وإنما هذا أمر واجب. نعم يؤجر عليها الإنسان، لأن الأجر على الواجب أعظم من الأجر على المستحب. يعني الآن أجر الزكاة أعظم من أجر الصدقة، وأجر الصلاة الفريضة أعظم من أجر صلاة النافلة، وأجر حج الفريضة أعظم من أجر حج النافلة، وصوم رمضان أعظم من صوم النوافل، وهكذا. فالتميمة أو العقيقة هذه يعني اختلف في وجوبها واستحبابها، ولكن لا تكون صدقة أبدا، وإنما هذا أمر شرعه الله تبارك وتعالى ينبغي على الإنسان يحرص على فعله. لها وقت معين، النبي صلى الله عليه وسلم قال يعق عنه في سابعه، العقيقة تكون في اليوم السابع، يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشات، ويجوز أن يعق عن الغلام بشات واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بشات صلى الله عليه وسلم، عن كل واحد شات يعني كبش. فالقصد أنه يجوز أن يعق عن الغلام بشات واحدة تكفي، والأفضل أن يعق عنه بشاتين، وأما الأنثى فشات واحدة السنة في حقها، وتكون في اليوم السابع أفضل. فإن تأخر عن اليوم السابع، قد جاء عن عائشة رضي الله عنها من رأيها أنها قالت في اليوم الرابع عشر أو في اليوم الحادي والعشرين، هذا رأيها رضي الله عنها، وأهل العلم أخذوا برأيها، قول الصحابي إذا لم يخالف يعني يحتج به، ولو تأخر بعد ذلك فأي مفتوح، المهم أنه يعق. أذكر لكم طرفة، مرة دعيت إلى عقيقة، اتصل بي خالي حفظ الله تبارك وتعالى في المملكة، هو خال والدتي، خال والدتي، اتصل قال عندنا عقيقة ودنا أنك تحضر، فقلت مبارك اللافي، قال أي لافي، قلت تقول عقيقة، أنا أقول مبارك اللافي، قال لا اللافي عمره 9 سنين الحين، قلت 9 سنين توك تعق عنه، قال لا عنه وعن خواته ثنتين وأخوه بعد 4، مسوي 6 عقائق مرة واحدة، ثنتين كل واحد ثنتين، والبنات كل واحد واحد كل واحدة واحد. قلت وليش مأخرهم؟ قال أنا كل يوم بذبح مرة واحدة، 6 مرات واجمعهم. قلت عيل أكبر منه أخوانه، قال لي 13 و14 أعمارهم وكذا. هذا تأخير يعني زايد ما ينبغي أبدا، وإنما يعق عنه في سابعه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما عجل الإنسان بالعقيقة كلما كان أفضل.